اكله سعودي. ايوه فعلا اكله سعودي، لما بتروحي مطاعم كبيره بتبقى باسمها متسميه الاكله دي. الاكله دي اصلها حضرمي، يعني جنوب السعوديه في حضرموت بيعملوها، وكمان ليها اصل يمني. طبعا الاكله دي ممكن تكونوا عرفتوها دلوقتي، هي فراخ ورز وبتتعمل في نفس الصينيه، انا مش هحيركم كتير. المندي، بصوا المندي اكله حلوه قوي، يعني تفتكري انها صعبه وتفتكري انها بتحتاج مكونات كتير، لا هي ليها مكونات معينه بس لو ظبطتيها هتطلع معاكي حلوه جدا. المكونات كلها هتبقى مكتوبه قدامكم دلوقتي على الشاشه، وانا هقولها لكم برده سريعا عشان عايزاكم بس تركزوا معايا. هنعملها في 3 دقائق، 3 دقائق هتكوني عاملاها، وبعدين تدخل الفرن بقى مع نفسها ونشوف بقى السلطه بتاعتها ونشوف هنعمل ايه تاني. عندنا مندي الفراخ يا جماعه، فرخه متوسطه الحجم، هنحط لها ايه بقى؟ زيت وملح وفلفل وبهارات فراخ، بابريكا، جنزبيل، كركم، لون برتقاني وده مهم جدا جدا، وكمان اللون ده ممكن بديله بودره زعفران. الرز البسمتي البهارات بتاعته مش مطحونه، قرنفل بقى وليمون مجفف للرز، ولورا وقرفه وملح وزيت وميه سخنه. والسلطه لما نجيلها هقول لكم عليها ان شاء الله. يلا بقى دلوقتي على طول نبتدي بقى نعمل الفراخ دي يا جماعه، هتعجبكم جدا وانتم مش هتصدقوا هي ازاي سهله كده وازاي اتعملت بالسرعه والسهوله دي. بس طبعا انتم عارفين كالعاده، ودي مش خطوه اساسيه بالنسبه للمندي بس دي بالنسبه لي انا، انا بحب دايما اسيب الفراخ في بصل مبشور وملح وفلفل اسود علشان ده بيعلي طعمها جدا وبيشيل منها الزفاره، وكمان بيسويها بسرعه بيطعمها بيخلي طعمها حلو يعني. خلاص حضر بس الفراخ. انا عايزه بقول على حاجه، طبعا انت عندك نوعين من التوابل، توابل باودر وتوابل صحيه. التوابل الصحيه للرز والتوابل الباودر للفراخ. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنجيب نحط لها زيت كده، نحط بقى ايه زيت كده، نتبلها بالزيت زي ما انتم شايفين. دي اول حاجه عندي. وبعدين زي ما قلت لك الفراخ هتاخد كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، الباودر مش المجففه اللي هي مكتوبه قدامك، وانا دلوقتي هتبل بيها. ومحدش يفتكر بقى ان اللون الطعام الصحي او اللون الاورنج او يعني بودره الزعفران دي مش مهمه، لا يا جماعه هي دي اللي هتديكي لون المندي. فانت حضرتك لو ما حطيتيهاش مش هتديكي اللون اللي انت بتروحي المطعم وتلاقيه لونه برتقاني وتقولي الله هو اللون ده عملوه ازاي، هو اللون ده مش اكتر. نعمل بقى كده ونبتدي بقى ايه ندلك الفرخه الحلوه بتاعتنا دي. على فكره انا بس عشان سايباها ببصل فطبعا هتتسرع في التسويه، لو انت مش سايباها ببصل حاولي تشققيها او تخرميها. هنعمل كده ونتاكد بس انها ايه اتبلت من جميع الزوايا وكل التوابل اللي قلنا عليها دي اهو كده. وبعدين يا ستي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كده الفراخ المفروض انها تتساب في التتبيله دي ما يقلش عن نص ساعه، يعني حضرتك هتسيبيها في التتبيله دي. بصوا بصوا اللون اتحول لاورنج اول ما انا حطيت المكونات بتاعتي دي، اول حاجه معايا. خلاص بعد